وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب علي إسحاق عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بعد التحية، حدثنا عن أهم ما جاء في جلسة المباحثات البرلمانية البحرينية المصرية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة. طبعا تأتي هذه الزيارة التاريخية بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي فوزي بنت عبد الله زين رئيس مجلس النواب البحريني، تأكيدا على العلاقات القوية والمتينة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي أرساها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واليوم طبعا كان اول يوم للزياره، وخلاله تم لقاء معالي الرئيس فوزي بن عبد الله زينب بوفد المرافق. ذهب زياره الى مقر مجلسي النواب والشيوخ، وخلاله تم لقاء معالي المستشار الدكتور حانف الجبالي رئيس مجلس النواب المصري، ومعالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري. طبعا خلال اللقاء تم التطرق الى 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 امور كثيره، على سبيل ومنها على سبيل توطيد العلاقات البرلمانيه وتوحيد المواقف والتاكيد على اهميه الدبلوماسيه البرلمانيه. وفي ختام اللقاء تم توقيع بروتوكول برلماني بين الجانبين وتفعيله بشكل مؤسسي في المستقبل القريب، ومن خلاله يتم تبادل الزيارات وعمل الدورات والورش الكثيرة بتصب في صالح الجانبين إن شاء الله. نعم، من القاهرة سعادة النائب علي إسحاق عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.